اليوم ما كاينش تواصل وما كنشوفوش نتائج آلية حالية ديال التدخلات ديال الحكومة. إذا شنو تيقول المواطن؟ تيقول هذه الحكومة شنو كدير؟ أش كدير لنا ما دارت والو؟ وأنا عارفو بأنه غلط. المواطن غلط حيت الحكومة ما راهاش جالسة نعسة. كتشتغل وكاين اللي كيشتغلوا ليل ونهار وكاين اللي كيجتهدوا بزاف وكيضحيوا. هذاك صحاب هذا الكلام اللي تنقول راه مجاملة، لا، تيخصنا نكونوا موضوعيين. ما يمكنش تكون وزير ومسؤول وما تكونش ضحية. صورهم كلهم كاع اللي ما كيعجبوكمش، صورهم قبل ما يكون وزير وصوروا من بعد ما يضرب ربع سنين ولا خمس سنين وهو وزير، وشوفوا الحالة ديالو كيف ترجع. تيشيف تيتكرفص. علاش؟ حيت المسؤولية ماشي سهلة. حنا سهل علينا ننتقدوا إذا كنا خارجين من السياسة. شو هذا الميكروفون كنضر؟ ننتقد مع راسو وقول ما كيعرفوش ما كيديروا، ولكن هو اللي دخل السياسة راه ما كياخذ قرار حتى كيرجع له هذا هنا وما غيمكنلوش يرضي كل شيء. ولكن مع العلم أننا عارفين بأنهم تيشتغلوا، من نتائج ما شفناهاش. علاش؟ حيت هما خدامين، تيقول لك خدامين على أمور اللي غادي تبان من بعد. وقالها صاحب الجلالة نصره الله، قال راه أي نعم عندنا مشاريع كبيرة وغادي تعطي نتائج من بعد، ولكن اليوم شنو خدام المواطن؟ شنو عطينا للمواطن؟ الحماية الاجتماعية اللي فرحنا بها، شوف التعثر اللي كتعرف، واخا هما تيشتغلوا بمراحل وغاديين بسرعة وتيحاولوا يحققوا الأهداف اللي رسموا النهار الأول، ولكن كاين مشاكل في الواقع كبيرة في الحماية الاجتماعية. إذن فعوض لي يخرجوا ويقول للمواطن هاد المشاكل راه حنا غنعالجوها دابا ثلاث شهور دابا شهر، إلا إنسان تيمشي للمقاطعة باش يتسجل تيقولوا له مازال ما يمكنلكش تسجل، سير بحالك. وراه في مرض السرطان، راه قالوا خصك تسجل باش تشوفوا واش غتنخرط في الصندوق الوطني للطاقة الاجتماعية، واش غتكون معفى من الأداء من الاشتراك ولا خصك تأدي، وباش دير هادشي هذا ونعرفك واش غتأدي ولا ما تأديش خصك تسجل. وملي كيمشي يسجل تيقول له مازال، أنت مازال، ولا تيقول له لا أنت بوحدك خصك تدخل معك شي وحدين جوج معك باش يعطيك مؤشر هابط. ما تيفهمش كيفاش دابا، واش كاين تغطية ولا ما كاينش تغطية؟ أنا عندي مرض السرطان خصني نتعالج في أقرب وقت، هما تيقولوا لي سير وعاود نمشي وعاود تيقولوا لي سير. إذن أش كيخلق هادشي هذا؟ ولكن كان يخرج واحد من أعضاء الحكومة ويشد كيف تنقولوا تور من الكرون ديالو ويواجه هاد المشاكل وهاد المصاعب ويتواصل مع الناس، غادي يبرد عليهم، غادي يقولوا هاد الناس اللي مسؤولين راهم هنا مسؤولين من اجلنا، راهم تيشتغلوا وراهم شرحوا لنا، اذا غتكون واحد الاطمئنان. انا تنت ان اللي تيخلعني هو انه ما كاينش التواصل، وبالتالي المواطن تضغط عليه الغلاء ديال المعيشه، البطاله ارتفعت، تضخم شوف فين وصلوا الشهر الجاي يمكن نقفلوا ب 14، البطالة 12% عمرنا ما وصلنا لها. نغلات وما شفتو دوزنا مطيشة بشحال، ودابا الناس راهم هازين الدبيلة للعيد وتيتكلموا على العيد الأضحية وتيقولوا الحكومة ما خدرتش ما هدرتش معاكم في الثمن ولا قالت لكم شنو غادي ندير. ولكن واحد آخرين كيبيعوا ويتاجروا في المعلومات ويخرجوا يقول لك عرفتي اش كدير الحكومة؟ غادي تدعم المستثمر اللي غيشري بسبب ماذا؟ ليس بسبب سوء التدبير ديال الحكومه، ولكن عدم التواصل ديال المسؤولين الحكومه. ما تيتواصلوش. اش كيقولوا؟ تيقول لهم غادي يشريوه 110 الاورو الحولي من اسبانيا، والدوله غادي تعطيهم، الحكومه غتعطيهم دعم ديال 500 درهم، اذا غيطيح لهم الحولي ب 600 درهم، وانتم المواطنين غيبيعوا لكم ب 3 درهم. المواطن اش كيوقع لهم ملي كيسمع هاد الهضره هادي؟ وما كيلقاوش المخاطب اللي غيشرح لهم هادشي هذا. إذن كيبقاو ياكلوا فينا ويخلقوا فينا الحقد والكراهيه، وانا تنحذركم من هاد الاحاسيس ما تطيحوش فيها، لانه راه عندنا ايضا الناس اللي ما عاجبينهمش حنا فين وصلنا. يعني العمل اللي قمنا به في بلادنا عمل يعني جبار على مراحل، يعني حكومات اللي اشتغلوا هذه سنوات وما تيشتغلوا باش وصلنا فين وصلنا اليوم. يعني حققنا امور اللي هي ايجابيه. اذا غير باش ناثروا هذا الشيء هذا تيخص التواصل.
باش هذاك المواطن يحس بان المسؤول راه من اجله جا لهنا باش يخدمه. ملي ما تيكونش تواصل اذا راحني ما ربيت لا طفل ولا مواطن، حتى واحد.